الممثلات يواجهن الكثير من التحديات، ضعف البنى التحتية للسينما والضغوط الاجتماعية، كلها جزء من مشكلات الشابات العاملات في مجال السينما. أنا هاجر قصي، مخرجة شابة، درست السينما، درست إخراج السينمائي بمعهد الفنون وكملت الكلية كذلك، تخرجت منها هاي السنة، وكان فيلمي مشاركة بمهرجان السينما اللي سوته كلية الفنون وفاز بالجائزة الأولى. أنا أشتغل كمساعد مخرج، واشتغلت كمساعد مخرج كلش هواية إعلانات ومسلسلات كذلك. كيف دخلت إلى عالم السينما؟ أنا أهلي مهتمين بالسينما، يعني والدي ووالدتي، وهم أصلاً كانوا دراستهم مسرح وهيك شيء، فعندي باك جراوند، أنا يعني ربيت بهاي الأجواء. والدتي كانت من هي يعني إخواني، يعني عندي أخ وأخت، هم أكبر من عندي، فكانوا يروحون مدرسة، أنا كنت أروح مدرسة كوني إنه أنا أصغر منهم. فبالليل لما هم ينامون ماما تفتح فيلم. أوكي أكيد كانت أفلام كلها أجنبية يعني، فبيها ترجمة، أنا ما أعرف أقرأ ترجمة، فهي تسالف لي إنه هذا هيك، هذا مو زين، هذا زين، وهيك هاي الأحداث. بيوم من الأيام، وهذا أبداً ما أنسى، جابوا فيلم مختلف. من شفته هاي الفترة كانوا دائماً يسألوني، ماكو يسألون الطفل أنت شنو تريد تسوي من تكبر، شنو تريد تسوي من تكبر. فبيوم لما جابوا هذا الفيلم وفتحوا، حسيت بشيء كلش مختلف، اللي هو كان فيلم لورد اوف ذا رينج. رحت غير عالم، انه شنو اشجار تتحرك، شنو الناس مخلوقات غريبه، اول مره اشوف هيك شيء. فوقتها قلت بابا هيك ما اعرف، اتذكر انه هي والدتي كانت قاعده يمي وخالي، فقلت لهم من كبر اريد اسوي هيك، بس هيك بالضبط انا ما اعرف ايش يعني، فمن كبرت عرفت ايش يعني. انت مخرجه؟ اي بالضبط. تمام. هاجر بهذه الفترة من أقعد أشوف أفلام كانت تقعد يمي، والأفلام اللي قبل اللي كانت تطلع يعني وما زالت ما بيها هذه المشاهد اللي مثل الآن اللي تطلع بالمسلسلات التركية والمدبلجة وغيرها، لا كانت أفلام حلوة من نقعد نتابعها، كانت بقعد أنا وياها وبحكم أخوانها عندهم دوام وينامون من وقت، فكنا نتابع أنا وياها. لحد هسه أتذكر فد مرة أنا قاعدة وكان فيلم سيد الخواتم، هاي الأجواء اللي حلوة وغريبة حستها، أشو هذه بالليلة يمكن خلص الجزء الأول وفيلم طويل، فكانت تقول ماما أنا راح أصير هيك، هسه هيك شو نصير؟